الإمبراطور والرداء العجيب حكاية من التراث الدنماركي. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي مكان بعيد كان يعيش هناك إمبراطور. نعم أنا الإمبراطور، أنا الإمبراطور. كانت لهذا الإمبراطور عادات سيئة، ومن بينها عادة الأكل السريع. لذيذ، نعم. أنا موعد تغيير الملابس. ماذا تنتظر؟ ماذا تبحثون؟ هيا اجلبوا لي ملابسي، هيا. أمركم مولاي الإمبراطور، أمركم. الشيء الأكثر الذي كان يحبه الإمبراطور، أقصد أكثر من الطعام، هو الملابس. كانت هوايته لبس الملابس الجديدة وتغييرها كل ساعة. لم يكن للإمبراطور وقت لتسيير أمور الدولة، لذا كان شعبه فقيراً، وكانت الفوضى تعم أرجاء الإمبراطورية. وفي يوم من الأيام قدم إلى إمبراطوريته رجلان. لا بد أن هذا القصر وقصر الإمبراطور الذي يفضل الملابس على كل شيء، أليس كذلك؟ نعم نعم نعم، هيا إلى العمل، هيا. لا سلام، نساجان نساجان ماهران ينسجان الملابس الرائعة، لا مثيل لها، نساج. بالحقيقة هما ليس بنساجين، وإنما محتالان محترفان. نساجان نساجان ماهران ينسجان أجمل الملابس، نساجان نساجان. ماذا تنتظرون؟ هيا ماذا تنتظرون؟ نأجوا عليهما في الحال، نريدهما الآن، نريد ملابس جديدة منهما، هيا. نعم نعم يا مولاي نعم. وحضر المحتالان ووقفا أمام الإمبراطور. ما هو هذا اللباس العجيب؟ ومن أي شيء يصنع؟ أخبروني في الحرجان. إنه مصنوع من خيوط غير مرئية، ولا يراه الأغبياء والأفاقون، ولا يستطيع حتى الأغبياء رؤيته. نعم. ماذا قلتم؟ غير مرئي؟ المهم أن الإمبراطور قد تعجب جدا. حسنا، انسجالي لباسا غير مرئي في الحال، هيا بسرعة ابدأ بالعمل حالا، هيا هيا. بخدمتك يا مولاي. منذ ذلك اليوم والمحتالان يعملان في غرفة من الصباح إلى المساء، ولم يكن يسمع سوى صوت النول وهو يدور. أما الإمبراطور فقد كان قلقا وشديد الرغبة لرؤية اللباس العجيب، ولكنه كان يخشى دخول الغرفة خشية عدم رؤيته لللباس. سوف أرسل أحدا لرؤية اللباس غير المرئي، وبهذا سأعرف من هو الغبي ومن هو الذكي من أفراد حاشيتي. نعم سأعرف هذا، سوف أختبر أذكى الوزراء. أنا؟ من الطبيعي أن لا يرى الوزير أي شيء على النول، لأنه لا يوجد حتى ولا خيط واحد عليه. إنه رقيق وناعم، تفضل المس وتحسس ذلك بنفسك. ومد الوزير يديه لكي يتلمس النسيج، ولكنه لم يلمس شيئا بالمرة. كما قلت، إنه رقيق وناعم، ناعم، أجل ناعم. رقيق وناعم؟ لم يرغب الوزير أن يلقب بالغبي، لذا ادعى بأنه قد لمسه. كيف وجدت النسيج؟ قل لي. إنه يا سيدي نسيج رقيق وناعم وغير مرئي. نعم غير مرئي. لقد قال كل ما يدور بذهنه إلى سيده، وزاد على الأمر بمدحه للقماش والخياطة. لا أستطيع الانتظار.
وبعد بضعة أيام ازداد شوق الإمبراطور لما يدور خلف الجدران، فأرسل أحد كبار حاشيته لمعرفة ما توصل النساجان إليه. أهلاً 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 تفضل 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 تفضل. لم أرى لباساً بهذه الروعة والجمال أبداً. لكي لا يقول عنه غبي اضطر للكذب وذهب ليبلغ سيده. صدقني يا مولاي إنه رائع رائع جدا. لقد كان قلب الإمبراطور ينبض بقوة شوقا لمعرفة سر اللباس العجيب. سيدي اللباس الغير مرئي جاهز. تقول جاهز؟ رائع رائع. أين هو اللباس؟ أين هو اللباس؟ أريد أن أراه. هل انتهى من صنعي؟ حسنا أين هو؟ هذا هو. هل أنا غبي؟ أنا لا أرى أي شيء. ما هذا؟ سيدي مولاي غير معقول إنه أمامك. انظر. فعلا فعلا جميل جدا. نعم لم أرى مثل جمالي في حياتي أبدا صدقوني. نعم جميل أليس كذلك أيها الوزير؟ إنه لباس رائع. بالفعل يا مولاي الإمبراطور كما قلت. حسنا يا مولاي أنا واثق بأنك ترغب أن تجربه. لم يكن سهلا على الإمبراطور ذلك، ولكن لا خيار له. هذا القميص والبنطال. وهكذا وضع الإمبراطور الملابس غير المرئية عليه. ماذا حدث؟ لا شيء لا شيء، علقت يدي في القميص. سيدي لم تغلق الأزرار. بالفعل بالفعل نسيت هذه أيضا. نعم نسيتها. وهكذا انتهى الإمبراطور من ارتداء الملابس غير المرئية، ولكن المرآة لم تعكس له سوى جسم عار. المهم لقد امتدح الجميع اللباس غير المرئي، وهكذا شعر الإمبراطور بالارتياح. إذا كانت الملابس جميلة كما تدعون فلنقم الاحتفال. وهكذا أصبحت الملابس غير المرئية حديث المدينة، واقتربت الساعة لتستعرض هذه الملابس. يا لها من ملابس جميلة جدا. يا للروعة ملابس جميلة جدا. الإمبراطور لا يلبس شيئا. الإمبراطور عارٍ. الإمبراطور عار. الإمبراطور عارٍ. لا يلبس شيئا. أنا عاري. أيش عاري؟ انظروا إنه لا يلبس شيئا. الإمبراطور عاري لا يلبس شيئا. الإمبراطور عاري. الإمبراطور عاري لا يلبس شيئا. الإمبراطور عاري لا يلبس شيئا. الإمبراطور عاري. يا للسخنية. الإمبراطور عاري لا يلبس شيئا. كان الإمبراطور يعرف بأنه عاري الجسم، ولكن يبقى الإمبراطور إمبراطورا. لم يكن بمقدور الإمبراطور إيقاف الموكب، فتمالك نفسه من الغضب والغيظ يتملكه وأمر بتسيير الموكب. أثناء ذلك كان المحتالان قد ابتعدا عن المدينة وهما محملان بالغنائم.
إنهما يبحثان الآن عن إمبراطور خريف آخر معتد بنفسه ومعتقد بأنه أذكى من الآخرين. منذ ذلك الوقت لم يعر الإمبراطور أي اهتمام للملابس، ومنذ ذلك الوقت ازدهرت إمبراطوريته.